أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الميزان الخميس 22 يوليو تموز 2021. حان الوقت لتحويل انتباهك إلى وسائل الراحة المادية. استمتع بحياتك الاجتماعية الآن، وتواصل مع الأصدقاء القدامى أو أفراد العائلة الذين لم تسمع عنهم منذ فترة طويلة. ستختبر أيضا تحولا في وعيك، قد يأتي تدريجيا أو قد ينزل عليك دون سابق إنذار. إنها لفكرة جيدة أن تستمتع إلى غرائزك الآن. عاطفيا، عقلك حر الآن وأنت على استعداد للعثور على شخص بدون نظارات وردية اللون. لا تدع الشعور المألوف بعدم اليقين يلمسك ويبرد عمودك الفقري. انطلق بهدوء في حدائق الحب المورقة. لن تكون الرومانسية مثيرة وستعيش بهدوء في بيت الحب والرهبة. مهنيا، هذا يوم خاص للأشخاص الذين يعملون في مجال الضيافة. الأنشطة الخيرية يمكنك التواصل بسهولة مع المتمردين وسوف يستسلمون لك. النجاح سيأتي إليك بسهولة، فقد لا تتسرع في الأشياء إذا واجهت أي ضغط، فلن يكون ذلك مفيدا. قد تكون محظوظا إذا كنت تسعى جاهدا لتحقيق المزيد من مصادر الدخل. صحيا، قد تكون نهاية اليوم صعبة بعض الشيء بالنسبة لك، لكن مع التمارين الروحية مثل اليوجا والتأمل والتآشي يمكنك التغلب على أي عقبة تمنعك من الحصول على صحة جيدة. إذا ظهرت مشاكل فلا تتجاهلها، فاستعجل إلى أقرب أخصائي طبي واطلب منهم علاجا بأدوية خفيفة.